اسمع يا ولد، بسأل سؤال، ليش ما تشتري بيت جديد؟ اشتري لك بيت يا ولد، بيتكم قديم يا اخي، اشتري لك بيت يا ولد. لا في اسمع، شايف في عندك مشكلة شيء علمني يا ولد، انا اخويك، انا انت تكلمني انا يا اخي، انت تعرف انا ما اقدر اشتري، ما اقدر ادبر الا ما عندي ايش اسمه. اوه اسف والله، ما كنت عارف، ما كان ودي اجرح مشاعرك يا اخي، والله سامحني يا ولد، ابد ابد يا ولد سامحني. لا مو مسألة تسامحني ولا تسامح، انا اصلا ما زعلت اصلا، وليش ازعل؟ تدري يا ولد، انا كل ما عجبني بيت، كل ما عجبني ارض ابي اشتريه، كل ما عجبني الشيء ابي اشتريه يا اخي، كل ما شفت لي فندق 5 نجوم ابي اشتريه، كل ما شفت لي بيت ابي اشتريه، كل ما شفت حاجة ابي اشتريه، يطلع باسمي اصلا. انت قم قم قم، ما عندك سيارة انت؟ ليش جالس هنا؟ ليش تروح مشي؟ ليش يا اخي راح اشتري سيارة؟ ما انت مسكين، انت ما عندك سيارة، خبل انت، مجنون اخ، ما في ليش كذا ها يا اخوي؟ ما ادري اشتري لي سيكل عشان تقول اشتري لك سيارة؟ الله يسامح بالاشكال يا ولد. اها مسكين، اسف والله، اسف والله اني ما كنت، لانك انت مسكينة يا اخي. شوف انا يا اخي، شوف انا عندي سيارات، عندي سيارتين الحمد لله يا اخي، انا عندي اجمل واغلى واضخم وافضل انواع السيارات موجودة عندي في العالم. أنت قم قم قم، خلنا نروح الحلاق يا ود، أنا ودي حلق اليوم يا ود، اليوم في حفلة صح الظاهر في الليل اليوم، خلنا نحلق يا ود، لا بد إني حلق يا أخي، قم قم يلا، ها؟ بتروح الحلاق؟ ليه؟ ترى كله حفلة يا أخي عادي، تروح تاكل، تسولف مع الربع، وترجع زي الناس، كأنك إنسان عادي، ليش تحلق؟ ليش تبي تروح الحلاق أنت؟ لا يا ود أنت ما فهمت يا أخي، لا. لازم اروح نحل عشان نتشخص وحلق، عشان يكون حلو فهمت، عشان يكون مظهري جميل، لا بد ان الانسان يتشخص فهمت ولا لا؟ اها عشان تكون حلو يعني تبي تروح نحل عشان تحلق تتشخص تصير حلو. يا اخي شوف انا يا ولد، شوف ما احتاج اصلا اروح الحلاق، ليه اروح اصلا؟ انا من يوم اصلا من يوم وانا ولدت وانا حلو، انا اصلا مزه فهمت، انسان جميل، ما احتاج اروح الحلاق، اروح الصنفرة والاستشوار والخرابيط هذا ما عندي، انا اصلا حلو بكل ما تعنيه حلو. انا يوم كنت صغير كان الناس اللي يجون عند امي كان يقولون ترى ولدك لما يكبر راح يطيح البنات. انت يا اخوي قم قم يا اخي، اقسم وش السيارة يا ولد، سيارتك وسخة اقسم بالله، اخوي قم خلني نغسلها بس، قم يلا. ها اوكي اكيد اكيد، راح نوديه الساعة 4 بالعصر ما يكون في زحمة فهمت كيف؟ اصبر، وش الساعة 4 ايش اللي زحمة؟ يعني تبين نوديه المغسلة ليه؟ اي اكيد تبين نغسله بنفسنا بيدينا، خبل انت مجنون حمار. طيب وش فيها زين؟ عادي يا حلو، انا دارس في امريكا، تبيني انت اغسل السياره بنفسي بدين؟ هذا انا درست في امريكا يا شباب، انا درست في امريكا
عشت في نيويورك، درست عندي عندي ماجستير. No, you want me and me want say bro. عندي ماجستير، تبيني أغسل السيارة بديني؟ لا. No way. ما راح أغسل السيارة بديني. تدري إيش؟ Get lost. الليل وش بيجي الحين يا ولد؟ بزعجني قسم بالله يا ولد. شو فيك على سماشة؟ من هذا يا اخي؟ واحد من يوتيوب يا اخي، واحد من مشتركين في قناتي على اليوتيوب يا اخي. مزعجني، ما بيكلمه يا ولد. اها طيب رد عليه، وش فيه؟ كلمه يا اخي. ايش خبل انت اهبل؟ انا يا اخي انسان مشهور يا اخي، ارد على واحد ليه؟ أخي عندي 65,000 مشترك، ليش أرد على واحد؟ ما أنت أرد على واحد، فهمت كيف؟ مني راح أرد على كلهم. يا أخي راح في البيت يا أخي. أخي اشتري لك سيارة يا ولد، ليش جالس؟ ليش جالس في الشارع؟ ليش ما انت بوتش ويت؟ أصلاً يوم كنت صغير كان أهلي كان يقولون لأمي، فهمت؟ أهلي كان قصد ها؟ أوكي راح نوديها ساعة عصرة. ساعة عصرة ها؟